السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم إخواني الكرام على قناة موبايل ويب سيرفيس. أخوكم طارق درويش بحييكم، نتمنى لكم كل الفائدة. اليوم رجعنا رح نعمل تطبيق عملي للأخطاء الواردة معانا أثناء تصليح الفيس أي دي. يعني كثير من الأخوة بيصير عندهم موضوع الفيس أي دي، بيجي عطل الفيس أي دي، بيشتغل بالفيس أي دي وبيوصل لمرحلة إنه ما عم بتصلح معه بعد ما غير الفلاتة ويغير الكيبل ويحاول يعمل جوينينج مرة تانية، ما عم بيمشي الحال وما عم بيشتغل معه. اليوم بلقينا حالة عملية، هاي الحالة اجتنا من صديق للقناة، حب انه يفهم شو اللي صار معه وليش ما عم بيشتغل معه الجهاز بشكل نظامي او بشكل جيد. فنحن راح نشوف هلا حالة عملية للعطل الشائع اللي عم بيصير بعد تغيير الفلاتة وشو سبب هذا الموضوع. فخلينا نشوف مع بعض شو الحالة اللي عم بتصير بشكل عام. لاحظوا معي، مجرد ما طلعت الصورة عم بيعطي رسالة. رح نجرب مرة تانية، مجرد ما ضغطنا على الإشارة مباشرة عم تطلع الرسالة وعم بيقول لي إنه غير قادر على تنشيط الفيس اي دي. طب هل يا ترى هذا هو سبب العطل تبع الفيس اي دي؟ هل هو سببه الفيس اي دي؟ طبعا الجهاز اللي معانا 11 برو ماكس مثل ما شايفين، وراح نحاول نشوف شو مشكلة هالجهاز وشو طبيعة هاي المشكلة. طبعا من خلال القناة أنا راح أشكره على الهدية الصغيرة المرفقة بالجهاز وشكرا جزيلا بصراحة، يعني حلوة. خلينا نجربها، أو طرية كمان. حلوة طرية ظريفة، واحد ياخذ ايده عليها شوي بس. انا الجهاز انا دائما بحب اتعامل معه شوية كحول لأسهل في حال كان الجهاز عم بيحاول ينفتح لأول مرة او تاني مرة او ايا كان يكون، نحاول جهدنا انه ما نضرب الشاشة. تبقى الجهاز كان انتوا مش شايفين. هلا وضحت معالم الشاشة، وصلنا نقدر نفكها. تمام، هذا الجهاز صار مفتوح بين ايدينا وعندي مشكلة اني اتذكر الكودات. نطفي الجهاز، طبعا بدنا نحرص انه نشوف شو طبيعة المشكلة بشكل عام ونحاول جهدنا انه نفهم شو اللي عم بيصير. هلا بدنا نتوجه للنقطة الأساسية للعمل تبعنا هي الفيس اي دي، نفكها ونشوف شو اللي صار معانا بالتفصيل او شو اللي صار مع اخونا بالتفصيل وشو ممكن نلاقي. نحط الجهاز على جنب، خلينا نروح على الميكروسكوب ونشوف مع بعض شو المشكلة. مثل ما شايفين وضع الفلاتة بشكل عام اوكي. لاحظوا معي هاي المشكلة بكل بساطة، يعني انا مبين معي مثل ما ملاحظين انه في عندي ما في ماتش بين الطبقة العلوية والطبقة السفلية. لاحظوا معي إذا بتطلعوا على الطرف الفلات بتلاقوه مايلة. هذا الميلان هو بسبب رئيسي لعملية عدم عمل الفلاتة بشكل عام، وهذا السبب اللي ممكن يسبب مشكلة في شغل الفلاتة بشكل خاص. نحن أول شغلة راح نعملها راح نفك الفلاتة ونشوف
المشكلة اللي صايرة. طبعا طريقة الجلول من هذا الطرف كمان لازم نكون حذرين معه شوي. ما فهمت شو هذا. طيب خلينا نحط الهولدر ونفك الثلاثة بشكل خاص لنتعامل معها بهدوء. طبعا مهم جدا بهاي الخطوة ومن المهم جدا حماية الكاميرا. الكاميرا حساسة جدا لهذا الموضوع، احتمال تتضرر بشكل كتير كبير إذا ما حميناها وإذا ما عملنا حسابنا أنها تكون محمية بشكل كافي. يفضل تحميها من الحرارة لحتى ما يصير عندك أي مشكلة على الجهاز بشكل خاص أو على الكاميرا بشكل خاص. راح نبدأ برفع الفلاتة، راح نطبق عليها حرارة صغيرة ونرفعها بأي قطعة معدنية عندك، يعني مهم جدا انه تنتبه عليها الحرارة ما تكون كتير كبيرة، يعني 190 كتير بس منيحة. الفلاتة أبدا مش ممسوكة على الجهاز. الجلو هاد خطأ، الجلو هاد خطأ. هاد الجلو غير نافع أبدا، يعني هاد مثل كأنه صمغ تبع الكتب. هذا الصمغ ما بيشتغل معانا إطلاقا. خلينا ناخذ الفلاتة على جنب. أول شيء اللي راح نعمله إنه نعمل نظرة سريعة شو اللي عم بيصير عندي هون. هلأ في عنا أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى هاي ما فهمت مشان شو، هاي أول نقطة. النقطة الثانية أنا في عندي هدول الجايد الثلاثة، 1 2 3 إذا منتبهين لهم معي حتى إنه يكونوا واضحين معاكم. هدول الجايدات الثلاثة، يعني طالع إني هني موجودين هني 90% من الحل، فحاول تستفيد منهم قدر الإمكان ما تخسرهم. هذا الجلو كله مش صحيح. الامر عادي لحد هاللحظة، ما عندي شيء كتير مهم. كل ما هنالك انه بدي انتبه هذول النقاط الثلاثة ونقرأ على اساسهم. طب قبل ما نبدأ الشغل خلينا نفحص الفلاتة ونشوف هل ترى الفلاتة نفسها سليمة.
الظاهر هذا المطاط كان عامل سماكة تحت الفيس اي دي، فعم بيمنع انه ينزل الفيس اي دي بشكل سليم. نرجع نشوف مرة ثانية. لاحظت شغلة بس ماني متأكد منها، خليني أتأكد أول شيء على السنسور الجهاز. لاحظوا معي، في شغلة بدي أتأكد منها. لاحظت شغلة بس راح أقولكم إياها بعد ما أتأكد من السنسور. السنسور سليم اوكي وكان عم يشتغل معي، لكن انا لاحظت انه في قطع بالسنسور. تعال اوريكم اللي شفته. لاحظوا معي، في قطع بالسنسور بهاي النقطة بالضبط. أتمنى إنه تكون انتبهتوا له. شايفين يعني أثناء عمل على هذا المكان الظاهر النقطة هاي أكلت ضربة، فإحنا بحاجة لأنه نصلحها كمان. شو مدى الأداء تبع هاي النقطة؟ ما عندي أدنى فكرة، لأنه هذا السنسور مثل ما بنعرف نحن كل اللي بنعرف عنه إنه هو عبارة عن قطعة، يعني الهدف منها إنه تأمن الضوء باتجاه البروجيكتور، أي أذى على أي مكون فيها ممكن يؤدي لمشكلة. مثل ما ملاحظين كمان هون بالمنطقة السفلية في عندي خدش بسيط على سنسور الإضاءة. هذول الأمور كتير مهمة، يعني لما بدي أشتغل فيها بدي انتبه تماما انه ما يصير عندي مثل هذا النوع من انواع الاعطال اللي ممكن تقتل الجهاز بشكل مباشر. راح نحاول نعمل نقطة لحام بهاي النقطة لنشوف اذا بيمشي الحال معنا ان شاء الله ونقدر نسترجع المشكلة اللي صارت. فراح نجيب قطعة، راح نجيب رأس الكاوي العجيب ونشوف اذا في يساعدنا بهذا الموضوع. نستخدم رأس الكاوي لنشوف إذا نقدر نصلح المشكلة ولا لا. طبعا الموضوع دقيق جدا، فنحن بحاجة إنه نثبت القطعة بشكل قوي قبل ما نبدأ بعملية تلحيمها. حتى لو اضطرينا نستخدم قطعة لاصق، المهم نثبتها بطريقة أو بأخرى. هستخدم قطعة كابتون تيب.
راح نحاول نعطي نقطة لحام صغيرة جدا جدا على المكان، مع نقطة فلكس يعني تكاد تكون معدومة الرؤية، أو صعب إنك تشوفها بالعين المجردة، يعني ما بدنا نكتر شيء نهائيا. ناخذ نقطة قصدير، نروح نثبت نقطة كبيرة، نقطة كبيرة عندي. نقطة فلكس إضافية، وحركة أخيرة لحتى نشوف إذا نقدر نثبت النقطة بشكل أفضل. خلينا نجرب إنه في عندي التماس بين النقطتين. تمام، صار عندي التماس بين النقطتين. طبعا نرجع مرة تانية لعملية التثبيت، لأنه هي كل الأساس اللي بدنا نشتغل عليه. ومرة تانية بنفس الطريقة بنرجع بنرفع الميكروسكوب وبنشتغل على أساس الميكروسكوب بأعلى درجة من فوق، بنجهز شوية مواد لاصقة للاحتياط، وبنبدأ بعملية الماتشنج. مثل ما حكينا النقط لازم تكون ماتشنج بشكل سليم. المرة رح ناخذ شوية
نقاط ونحطها على أطراف السنسور لحتى نخليه يستقر بشكل جيد، وبنعمل له ماتشن بهدوء، بعدين بنثبته بشكل كامل نفس الطريقة اللي استخدمناها قبل شوي. رح نحاول نقوم بعملية تجربة، نشوف شو النتيجة اللي بنطلع منها. هلا بهاي المرحلة نزلناها بشكل جيد، ما يكون في أي أخطاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول مرة ثانية نشوف شو قصة فيس اي دي. طبعا الالتيكو اللي استخدمناه هو الجلو العادي، السوبر جلو العادي.
شايفين في بطء بحركة الكاميرا، لكن تقريبا اشتغلت معي مثل ما شايفين. نوعا ما صار ياخذ بشكل افضل. خلينا نرجع نشوف فيس اي دي. ما عاد عطى الرسالة اللي كان يعطيها قبل شوي. هذا دليل انه بلشنا نوصل لمرحلة نوعا ما وسطية، يعني صرنا نقدر نوصل لمرحلة وسطية. مثل ما شايفين اخذ عندي الفيس اي دي بشكل جيد، ما عاد عندي مشكلة. مرة ثانية بنحاول فيس اي دي، مثل ما شايفين دغري بتطلع رسالة في حال كان الماتشنج مش سليم. لازم يكون الماتشنج سليم لحتى تكون الأمور سليمة 100%. هلا موضوعنا صفيان، موضوع ماتشنج الكاميرا بشكل سليم. يعني نحن مشكلتنا هون مثل ما شايفين لازم تكون الكاميرا أخذة بوضعية أنجل زاوية لتحت، لكن فعليا الكاميرا بلشت تاخذ فيس اي دي. هاي المنطقة جدا خطيرة، هذا المكان جدا خطير وبحاجة لأنه يكون في حديدة هون بتكون موجودة عليه بشكل دائم. هاي الحديدة هي اللي بتثبت الكاميرا بشكل إيجابي أو بشكل هوريزونتال، يعني انه بتكون بشكل هوريزونتال على الجهاز بحيث انه تكون مكانها بشكل سليم. شايفين مثل ما رجعت للمرة تانية وعم بيفصل، حكم انه في عندي احتمال يكون لسه في فصل بعد ما حركت الفلاتة. هلا بهذا الشكل لما حركت الفلاتة شوي هون ردت عملت فصل، فراح نطبق مرة تانية الفلاتة بشكل أدق. راح نعيد مرة تانية الفلاتة ونستخدم جوينر، وراح نحاول نعمل ماتشنج باستخدام الجوينر كمان، وندقق بعملية استخدام الماتش بالجوينر لنشوف قديش ممكن يكون صعب ولا سهل أثناء عمل الجهاز. طبعا هلا حاليا راح نرجع مرة تانية نشتغل على الفيس اي دي ونحاول جهدنا ان نقوم بعملية مطابقته 100%. راح نشوف قديش نسبة دقة التركيب باستخدام الجوينر، ونشوف يا هل ترى في حاجة انه نرجع ندقق مرة تانية بعملية التركيب. طبعا مهم جدا تنتبهوا للفلاتات اثناء التركيب على الجوينر، انه تقريبا عندي تصور انه ممكن يكون سبب الاساسي لعملية انه عم بيعطي الرسالة مرة تانية حكم انه في ارتفاع عندي بالجوينر بشكل عام، او ارتفاع بالفلاتة بشكل عام مش نازلة بشكل سليم. فهلأ حاليا راح نشوف. ملاحظ شغلة تانية، الفلاتة مطعوجة، الحديدة مطعوجة، والحديدة هي في نقطة تزامن بين الـ IR والدوت بروجيكتور، فإذا كان في طعج فيها ما بتنزل بشكل جيد. فأنا شايف إنه في طعج بسيط جدا موجود في الفلاتة، وهذا الشيء خطأ. مهم جدا تكون سليمة ما يكون فيها خطأ، لأنه إذا كان في طعج مشكلة ما بتكون سليمة 100%. لازم تكون aligned 100% بدون أي مشاكل. هلا راح نشوف تحت الميكروسكوب قديش دقة العمل اللي اشتغلناه، وإذا بده تصحيح مشان نصلح الموضوع. قبل ما نبدأ طبعا مهم جدا ننظف زاويني هون حتى نترك الجوينر ينزل بأريحية.
نشوف هلا شو اللي عم بيصير معنا هون. يعني جزء من الميلي بحاجة لأنه نحرك الفلاتة، جزء من ميلي مثل ما ملاحظين معي، يعني تقريبا نازلة إلا جزء من الميلي، يعني في ميلان بسيط جدا بالفلاتة. ملاحظين معي في ميلان بسيط جدا، وهذا الميلان البسيط جدا هو اللي عم بيعمل لنا المشكلة. فاللي رح نعمله حاليا رح نرجع نفكها ونعيد تركيبها مرة تانية بشكل أسلم. تذكروا إنه الموضوع مش سهل، يعني نحن لما عم نشتغلها إيه فيها صعوبة مش سهلة. نحن بحاجة إنه نتأكد 100% من إنها تكون سليمة بدون أي مشاكل. ننظفها تنظيفة نهائية قبل ما نبدأ بشغلها بشكل كامل. طبعا هذه المادة لازم ننظفها كمان. طبعا مهم جدا نحافظ عليهم هدول لانه راح يساعدونا بشكل كتير كبير في ماتشنج الجهاز، يعني ضروري جدا ننتبه لهالنقط بشكل سليم 100%. كيف ممكن هلا نحطه؟ راح نحطه بهذا الشكل. راح نجيب القطعة هاي نحطها بهذا الشكل، ومن ورا نرفعها من ورا على الجوينر، يعني راح تكون بهذا الشكل. هيك الجوينر بيحملها مثل ما شايفين، الجوينر حملها بشكل سليم بدون مشاكل. هلا راح نجيب القطعة الثانية ونحطها ونشوف انه اخذت ماتش ولا لا. مثل ما شايفين لسه في عندي ارتفاع بسيط، هذا الارتفاع بده يكون سببين نتأكد منه، السبب الاول الفلاتة، ولا السبب الثاني في عندي مثل ما شايفين عندي طعج بسيط بفلاتة الكاميرا، فنحن لازم نثبتها بشكل سليم، لازم تكون نازلة بشكل سليم 100%.
نتأكد من نقاط التماس. نأخذ جوين بشكل سليم على النص مثل ما شايفين. لازم من هذا الطرف تكون بايت شوي لجوا، ومن هذا الطرف من عند الفلاتة لازم تكون مستقيمة بشكل كامل على الفلاتة. هلا انا فيني اقول ان انا قادر اني ابدا عملية التثبيت باذن الله. فخلينا نبدا التثبيت من الخلف من ورا. من هون راح نحط اول شيء مادة الجلو. مثل ما شايفين نزلنا المادة على هذا الطرف من الخلف. راح نحط المادة من هذا الطرف. هلأ نرجع مرة تانية بنعمل نظرة نشوف إذا لساته الماتش عندي ولا إذا في عندي أي فروقات كانت بسيطة أم كبيرة. مثل ما شايفين حسب النقطة الأولى اللي موجودة هون نازلة من الوسط، فالمفروض البقايا يكونوا كلهم أخدين بنفس المكان بالوسط. ننتظر شوي. طبعا اللعبة كلها مثل ما حكينا هي لعبة ماتش، ان تتوافق النقاط مع بعضها بشكل سليم. وهذا الشيء كل ما كان دقيق كل ما كان امكانية نجاح المهمة واردة بشكل اكبر. ما تستعجل الامور، احيانا ممكن تضطر تشتغلها مرة وتنتين وثلاثة وخمسة كمان. بس يعني انه كل ما حاولت تتبع الطريقة الافضل، يعني في كتير خطوات قاموا فيها بعض الأخوة الفنيين وأثبتوا فيها إنه ممكن تتسوى بأكثر طريقة ومن أكثر من طريقة. هذا الشيء جيد، ممكن يتنفذ، ما في مشكلة. يعني نحن بنتبع دائما الطريقة اللي أنت بتحسها أول شيء أقرب إلك، أسهل إلك، وممكن تكون فعالة معك بدون ما تواجه أي مشاكل. بهيك حالة نقدر نقول إنه يعني فيك تاخذ نتيجة حقيقية. أما إذا مجرد بدي أشتغل بدون ما أنتبه شلون بشتغل، راح أوصل لطريق مسدود ويصير عندي مشكلة. فأنا فقط بحالة إنه أنتظر يصير عندي تماسك كامل، وبنلعب شوية رياضة للإيد في هاي منفاخ الهواء. الجهاز ملاحظة جدا مهمة، الفلاتة المعدنية ما لازم تكون مايلة، إذا كانت مايلة كمان بتسبب نفس المشكلة. لازم يكون في توازي بالنقاط، يعني ما لازم يكون هاي الاي ار مثلا والدوت بروجيكتر مايلين عن بعض، في فأسة بيناتهم او مثلا مطعوج. انتبهوا لهاي النقطة بشكل كتير كبير لانه هي جزء من المهمة. ففي موازنة بيناتهم، إذا صار في اختلال بالموازنة راح يصير عندي مشكلة بعملية الوصل بين النقطتين.
لازم اتاكد 100% بما نفك الفلات انه لقطت معي بشكل سليم. فينا نقول انه جاهزة تنفك، فمشان نفكها بنضغطها من الداخل مشان ما تسحب معي الفيس اي دي لبرا. ما شايفين كمان عاملة ماتشنج بهذا الطرف، ماتشنج بهذا الطرف، بس اللي انا قلقني حاليا هو الكاميرا الاستواء تبع الحديدة بشكل عام ما تكون مايلة شوي، هذا قلقني نوعا ما، نتأكد منه بشكل كتير 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 مهم. تجربة مرة تانية، مهم نعمل فحص قبل ما نركب على الجهاز لنضمن انه نحن كل شيء سليم وما يكون في عنا اخطاء مش محسوبة ونضيع. سليم كله نظامي، لا رح نبدأ بتركيبه. هاي الفلاتة جدا نوعيتها، يعني طريقة تركيبها غبية جدا، يعني مالي فاهم انه طعجتها هاي، انه تطعجها بهذا الشكل يعني جدا مزعج. نشوف شو طبيعة المشكلة حاليا. مثل ما شايفين في كان تأخير بالكاميرا، مثل ما شايفين هلأ أخذت معي الكاميرا بشكل سليم. خلينا نروح نشوف الفيس اي دي. فيس اي دي نشوف هلا بياخد معنا ولا لا. مثل ما شايفين اخذ معنا بشكل نظامي. كنت بتمنى اورجيكم اياها، خلينا مرة تانية نسويها منشوف انه شلون الامور ممكن تتاخد. بشكل سليم 100%. طيب رح نجرب هلا حاليا نطبق الشاشة مع بعضها نشوف. مية بالمية هيك بنكون أنجزنا مهمة الجهاز وقدرنا نرجع الفيس اي دي بشكل سليم 100%. طبعا راح نقوم بعملية تطبيق الجهاز وراح ارجع بعد ما اركب كل الحدايد على الجهاز ونشوف اذا بيمشي الحال، او بتحبوا استنوا معي راح نركبهم سوا.
هيك بنكون انهينا تركيب الجهاز، رح نجربه للمرة الأخيرة قبل ما نطبقه ونبعته لصديقنا ونقول له الحمد لله على السلامة، جهاز اشتغل. فيك تقول للزبون تفضل. فيس اي دي مثل ما شايفين اخذ معنا الفيس اي دي، وبنقول له كتر خيرك وشكرا جزيلا. نرجع مره ثانيه نشوف الكاميرا، لانه المره الماضيه اعترضوا الشباب انه لا الكاميرا اذا ما اشتغل فيس اي دي ما بكون او اذا اشتغل فيس اي دي مو بالضروره يكون الكاميرا شغاله. هذا الحكي مو صحيح، لانه نحن البورتريت بيطلع النتيجه مثل ما شايفين، وبتشوف بتعطيني الظلام على الخلفيه وبيطلع بس صورتي مثل ما مبين عليكم، او ممكن يعطي مربع اصفر وضل عم يتحرك مع الوجه بشكل دائم مثل ما شايفين. بهاي الحالة هاي نحن بنقدر نقول انه الجهاز صار جاهز الحمد لله. شكرا جزيلا لمتابعتكم، بتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا، وشكرا كثير للمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.